السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا أخواني أشرح لكم طريقة تسجيل الخروج من حسابك في تويتر من جميع الأجهزة اللي أنت مسجل فيها دخول. والشيء الثاني راح تعرف وش التطبيقات والمواقع اللي أنت رابطها مع حسابك في تويتر. طبعا هذا الشرح أنا مسويه قبل سنوات، يعني كان عن طريق جهاز الكمبيوتر، لكن الآن تويتر حط هذا الخاصية عن طريق الأجهزة المحمولة زي الآيفون وغيره. طبعا أنا شرح يكون على الآيفون، أما الأجهزة الثانية زي الجلاكسي وغيره الله أعلم، أنها أنا شخصيا ما استخدمها. قبل لا أبدأ بالشرح أتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. بعد ما تدخل على تويتر ندخل على الإعدادات والخصوصية من هنا، وبعد كذا ندخل على الحساب من هنا، بعد كذا تطلع لك مجموعة خيارات تحت مكتوب بيانات تويتر الخاصة بك، ندخل عليها من هنا، وبعد كذا تطلع لك مجموعة خيارات ندخل على التطبيقات والأجهزة، بعد كذا تطلع لك خيارين بس الأجهزة والتطبيقات المرتبطة، ندخل على التطبيقات المرتبطة آخر واحد ثاني واحد، بعد كذا تطلع لك جميع المواقع والتطبيقات اللي انت مسوي فيها ربط بين تويتر، بين حسابك تويتر وبين الموقع هذا، زي ما تشوفون هنا باث واليونا وعندك انستغرام والفيسبوك الى اخره. طبعا حتى الاجهزه اللي انت داخل منها راح يقول لك، مثلا بلاك بيري، بايباد، زي ما تشوفون هنا يقول لك مسجل عن طريق الايباد مسجل دخول، وانا فعلا مسجل دخول عن طريق الايباد، وفعلا انا مسوي ربط بين التطبيقات هذه وبين حسابي في تويتر، وحتى يعني يطلع لك تقدر تعرف يعني متى سويت ربط بين التطبيق هذا وبين حسابك في تويتر. لو ندخل على اليونا ومن هنا، انا مسويه من زمان اتوقع، يعني يقول لك هنا تاريخ الموافقه يوم الاربعاء 6 اغسطس عام 2014 الساعه كذا يعني صباحا وكذا الى اخره. اذا تبي الغاء الربط بين تويتر واليونا ومن هنا نضغط على الغاء الوصول. الحين بنرجع خطوة للخلف، لا تضغط اكس راح يرجعك للبداية، نضغط على السهم هذا من وراء يرجعك للخلف خطوة. وطبعا هنا يقول لك الفيسبوك والانستغرام، لو نضغط على الانستغرام من هنا يقول لك الغاء الوصول، يعني تبي تلغي الربط بين تويتر وانستغرام، مجرد ما تضغط على الغاء الوصول يتم الغاء الربط. وتاريخ يقول لك تاريخ الربط من عام 2012، انا اذكر من زمان مسوي بينهم ربط. كذلك الفيسبوك والى اخره من الاجهزه. طيب انا عندي الايباد، ابي الغي الربط، مجرد ما ادخل عليه من هنا واضغط على الغاء الوصول من هنا يقول لك خلاص، يقول لك هنا تراجع عن الغاء الوصول، انا ما بتراجع، انا ارجع خطوه الى الخلف من هنا اضغط السهم، وبكذا الغيت الوصول للايباد. زي ما تشوفون خلاص اختفى الايباد. لازم اذا بسوي ربط لازم ادخل من الايباد على حسابي في تويتر. اتمنى الشرح واضح وبسيط وسهل، اي سؤال او استفسار بخصوص هذا الشيء انا دائما وابدا بالخدمه. اشكركم على المتابعه وفي امان الله.